انا لجيت عليها ما نقدرش نخليها، ولكن هذا الشيء ولا عادي. يعني النساء هما اللي ولاو يتحكموا، هما اللي ولاو يتحكموا في الرجال. يعني تقدر المرأة تمشي عريانه تف من غير البحر، تف في داخل المدينه، الرجل ما بقاش عنده حتى شي قدره باش يهضر. المرأة هي كل شيء، هي اللي كتحكم عليه، لا في الدار داخل الدار ولا خارج الدار ولا خارج المنزل. ولا بغات تمشي عريانه راه غتمشي حتى في المدينه، ماشي عبر البحر. انا ما نقدرش نخليها، ما نقدرش نخليها. الا غنخليها اذن غادي نتحسب انا ديوتي. اللي كيخليهم بناتهم الله يهديهم، كنقول لهم الله يهديهم، وكنبلغ لهم هذه الرساله، ما يخالفوش كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول. والله يهديهم ويجمع الاسره ديالهم، الله يهديها حتى هي ويجمع جميع المسلمين. ما تشي اللهم إنا هذا منكر.